كلام عمل ويبان في اللحظات الحقيقية. اللي بيحب البلد ما كانش يروح يستخبى ورا مؤسساتها من الناس بتطلب بكرة. وده بالمناسبة كمان ما فيهوش جدعانة، يعني الجدعانة اللي انت كنت تقابلني على الصندوق، الجدعانة تظل الجدعانة والثقة بالنفس والشعبية كنت تقابلني على الصندوق علشان تبقى ماضي فورا. واحنا كنا بنقول للناس ما تخافوش لان احنا مش هنعاملكم زي ما عملتونا، احنا هنعاملكم بالقيم اللي احنا مؤمنين بيها، الدستور، القانون، وشرف حتى الخصومه السياسيه.